لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائد ركبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن مخالفة أمره وبال عصيانه. أيها الأحباب، أيها الأخوة المسلمون، سوف نقف اليوم بعد دقائق مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وصفه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأخوة، أول ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم كان بالأخلاق، لأن الأخلاق أساس العقيدة الإسلامية. وأيضا التحلي بالأخلاق يقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أيها الناس، ألا تريدون أن تكونوا بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن تتخلقوا بأخلاقه الحميدة. ففي غزوة بدر، عندما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، كان كل ثلاثة أشخاص كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لكل ثلاثة أشخاص على ناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وعلي وأبو لبابة على ناقة. قائد الجيش رسول الأمة، رسولنا صلى الله عليه وسلم، يساوي نفسه مع أقل جندي. فلما جاء دوره في المشي صلى الله عليه وسلم، توسل صاحبيه، أي سيدنا علي وسيدنا أبو لبابة، أن يبقى راكبا على الناقة وهم يجرونها. فقال: فما أنتما بأقوى مني على السير، وما أنا بأغنى منكما عن الآخرة. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبينا، نبي الأمة، نبي المسلمين، نبي المستضعفين، نبي المخلقين، يعلمنا الأخلاق، وهو خير معلم لهذه البشرية. اللهم أجرنا، اللهم اجعلنا من أهل الأخلاق، لنكون مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونستعين به ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. واشهد ان نبينا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد ادى الامانه ونصح الامه وجاهد بالله حق الجهاد. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى ال
محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إني داع فأمنوا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تطردنا ومن شرار خلقك اللهم سلمنا عافنا واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تذل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلى كلمتي الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين، اللهم سدد سهام المجاهدين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين. اللهم عليك بطاغية الشام بشار، اللهم عليك